ناس وايد تسألني عن الأثيرة، أبي أقول لكم عن الأثيرة باختصار. الأثيرة هي أفضل أنواع الأجهزة اللي تعالج الكولاجين على مستويات الجلد المختلفة. الأثيرة كل واحدة فينا نساء أو حتى رجال تستحق تسويها، لأنها تعتبر بالفعل أنتي إيجينج، يعني ضد الشيخوخة 100%. ليش؟ لأن الأثيرة هي جهاز يعتبر ألتراساوند يسافر على مراحل الجلد يخترق تماما إلى العظم. فلما يوصل الألتراساوند إلى العضل يبدأ بتسخين العضلة. تسخين العضلة معناته شد العضلة لتعريج الكولاجين فيها. مفعول الأثيرة يستمر تقريبا 2 أو 6 شهور، يعتمد على عمر المريض ونسبة التراكم اللي فيها.